الوصفه جايه هعمل ايه؟ هعمل الكنافه بالكريم. عندي الكنافه بالكريم، عندي كوبايتين من اللبن الحليب، تمام، عندي معلقتين كبار من النشا، ولا عندي سكر، ولا عندي حتى فانيليا، ولا عندي اي حاجه، وعندي حوالي يعني 3 4 معالق كبار من القشطه البلدي، نص كوبايه، وكوبايه من السمنه، تمام، ومعلقتين كبار من السكر البودره وبس، ما عنديش حاجه تانية. يعني السمنه عندي رقم واحد بيخلي الكنافه متحمره كلها ولونها حلو، والشربات هو اللي بيتحكم في درجه القرمشه. لو شربات او انت لو بتحبي الكنافه مقرمشه قوي يبقى شربات تقيل خارج من الثلاجه، لو بتحبيها يعني شويه من بره مقرمشه من جوه طريه يبقى شربات وسط بارد. هو في كل الاحوال بارد، ما عنديش سخن خالص، بس خفيف هيطلعها طريه جدا، وسط هيطلعها وسط، التقيل هيطلعها كريسبي جدا. فخدوا بالكم من الحاجات البسيطه دي. طيب دي بتاعت السمنه، تعالوا نعمل ميكس الكريم. عندي كوبايتين من الحليب، معلقتين كبار من النشا، ما بتاخدش سكر عشان برضو تبقوا عارفين تفاصيل التفاصيل، ما بتاخدش سكر خالص، ما عنديش سكر تماما. بقلبها عندي على البارد وبعد كده برفعها على النار عشان اطمن النشا دابت. شايفين كده زي الفل. تعالوا بقى ننقلها عندي على النار ونشوف الخطوه اللي بعدها. طبعا النار هاديه شويه عشان الكريمه عندي ما تتلسعش. كل نص كيلو من الكنافه بياخد كوبايه كبيره من السمنه، كميه كبيره، بس انا ممكن احط شويه زيت بدل كميه السمنه كلها. يعني عندي مثلا ممكن احط نص كوبايه من السمنه ونص كوبايه من الزيت، وبتطلع برده مقرمشه جدا على فكره وحلوه. هو ده شويه السكر البودره. عندي نص كيلو كنافه عليه معلقتين كبار من السكر البودر. خلاص يبقى انا كده ضمنت عندي الكنافه مش هتفك ابدا ولا يحصل فيها اي مشكله. بعمل ايه بقى؟ طيب الكنافه اصلا لو انت جايباها طازه يبقى لازم تتضرب في الكب عشان تتفرم معايا مظبوط. طيب انا بفضل ان انا لو اليوم اللي هعمل فيه كنافه بجيبها قبلها بيوم، يعني هعملها مثلا الخميس بجيبها الاربع واحطها في الفريزر عندي واطلعها تاني يوم هفككها. يعني دي كانت في الفريزر، بصوا مش مستحمله اصلا، بتفك على طول اهي. يبقى انا هحطها في الفريزر او في المفرمه في الكبه. شوف انا جايبه لكم يعني زيتونه الموضوع عشان تبقوا اساتذه فيها، يعني عايزاكم تبقوا اساتذه في الكنافه بالكريمه. تعالوا نشوف، انا مستنيه بس عندي السمنه تسيح. بعمل ايه بقى؟ دي كريمه نفس اللي احنا عاملينها بس دي بردت، لازم تبرد، ما ينفعش تتصب وهي سخنه عشان تظبط معايا. بصوا القوام بتاعها تقيل ازاي. هنروح واخدين حته القشطه واعمل ايه؟ واعجن كله كويس جدا مع بعض. عندك هاند بلندر ممكن برضو، مفيش مشكله اهو. شايفين؟ فانا عملت ايه؟ ما طلعتش القشطه عندي على النار عشان ما تفصلش، بس عملت لها ميكس مع الكريمه. فانت لما تيجي تاكلي الكنافه دي هتحسي بطعم القشطه اللي احنا بناكله من بره، فالموضوع هيبقى ايه؟ اخيرا احنا خدنا الطعم بتاع الكريمه بتاع بره اهو. هعمل ايه؟ والسمنه سخنه اهي، يعني سخنه مش دافيه. هنزل على الكنافه، فاضل الحته دي ما دابتش عادي، ونميكس كله تاني مع بعض. تمام، انا هميكس الاول الكنافه مع السكر مع بعض. عايز تديها لون اورنج مثلا، لون طعام برده ماشي، لو انت عايز تاكليها اللي هي زي النابلسيه كده براحتك. بصوا بقى انا همسك شويه من الكنافه بين ايديا اهو واضغط كده. شايفين السمنه اللي نزلت اهي؟ بضغط عليها كويس جدا اهي، اهو شايفين السمنه اللي بتنزل دي؟ بس كده خلاص، انا مش محتاجه عندي اي حاجه تانية ولا نقطه ماده دهنيه زياده. هجيب بقى فورمه قد ايه؟ المقدار ده بيتعمل في 26 28 30 برضو هتمشي، مش هتقول لا، بس بقسم الاول المقدار نصين. بعمل كده. الطبقه دي لازم نسويها كويس قوي. ليه؟ عشان دي اللي هتبقى ليا انا، هتبقى لما تتقلب هتبقى دي للوشي، فاللي فوق مش مشكله، الاخيره مش مشكله، لكن دي مهمه جدا ان انا اسويها وتبقى مظبوطه جدا. فبعمل ايه؟ بسوي كده عشان ال تبقاش حته عاليه عن حته، بضغط كويس جدا، بلف كده وبضغط كويس. لو عندي صينيه كمان اقدر اكبس بيها او طبق هتبقى برضو الموضوع ماشي تمام التمام. شايفين؟ واروح واخده بقى من الكريمه دي وافرد بايدي كده.
ناخد بقى باقي الكنافة. الكنافة عندي بتدخل التسوية بتاعتها ايه؟ فرن سخن على 180 لمدة 25 دقيقة، تخرج عندي وهي سخنة، الشربات بارد تماما وتقيل زي ما قلنا درجات القرمشة اللي انا حباها، وبعد كده بسيبها شوية وبقلبها الناحية التانية وبديها برضو كبشة كده صغيرة من الشربات عشان تلمع عندي وتبقى شكلها حلو. انا هسقيها معاكم